يعني ممكن يعني أكون أنا يعني مواكبة لعمليات الميزانيات من 2003 ولحد اليوم. وبالنسبة لإرجاعها إلى 120، هذه ما تتم إذا ما أخذنا خطوات جدية في تحسين الاقتصاد. ما يصير، منين أنت تقدرين تنزلين السعر إذا ما عندك أنت من داخليا؟ أنت محتاجة لكل شيء من برا. يعني أبسط شيء، المواطن اليوم يعني أبسط حاجات بيته هو استيراد، دي يجيبها من دول الجوار. كيف أنت تقدرين تنزلين السعر أو تصعدين؟ مو بكيفنا إحنا. اليوم العراق مطالب الحكومة إنه هي تشجع المشاريع. وثانيا أنا عندي مشكلة أخرى، إحنا مثل ما تفضل الأستاذ أيوب إنه إحنا عندنا قرارات من عدة أطراف دا تجي، حتى نظام الحكم مالنا في كثير من التلكؤ في اتخاذ القرارات. وبالنسبة حتى البرلمان فيه قوانين كثيرة، منها النفط والغاز وغيرها من القوانين اللي تفيد المواطن. هناك أكثر من 300 قانون لم يشرع في البرلمان العراقي على مدى 20 سنة، واللي أقر الدستور العراقي الجديد أقره في سنة 2005، ولحد اليوم احنا ما عندنا قوانين مهمة تخص المواطن. قانون الأحزاب ايش قد مهم؟ هذه لازم قوانين تقر، ولازم يكون نظرة جدية. وأيضا احنا العراق بلد فيدرالي، اكو حل اللي أنا دائما أقولها، أقول خلي احنا الحكومة المركزية نبتعد عنها وخلي نسوي نظام فيدرالي. يعني موضوع الأقاليم جدا مهمة. هيا أنا هسا احنا عندنا إقليم الشمال اللي هو إقليم كردستان، راح تشوفون بيه إعمار، بيه كثير من الصلاحيات للوزراء، وبيها صار تطور اقتصادي كبير. ليش لا غير إنه العراق يصير بيه نظام فيدرالي مثل ما مقر في الدستور؟ خلي تصير أقاليم، وبعدها الأقاليم من مصلحة المواطن وليس من مصلحة الحكومة، راح يقل بيها الفساد أكثر وأكثر. أنا من رأيي إنه طيب خلي سيدة يقر سنقول، نظام هنا الأقاليم. سؤال.